هاي حلقة جديدة من هواكم نيوز وأخبار كتيرة رح نحكي عنها اليوم. من أبرزها أسار الحكيم، هيفا بتمثل عادات وتقاليد مجتمع اللبناني بالعري، تسجيل صوتي للرئيسة سما المصري قبل القبض عليها، أرانب بيمارسوا الجنس مباشرة على الهواء، حقيقة إجهاض ليندي لوهن، أشعلت نانسي عجم والشاب خالد الأجواء بأفريقيا. وهلأ بنبدأ مع أول فقرة لليوم Most Popular. شو ما بدها تعمل ديفا هيفا وهبي رح تتعرض لكتير من الانتقادات والتعليقات السلبية بالرغم من تمثيلها الرائع بحلاوة روح، من بيناتهم الممثلة المصرية أسار الحكيم يلي شنت هجوم عنيف على هيفا خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج العاشرة مساء. منشوف شو قالت الحكيم. تصريحات اليوم أنك من المؤيدين بشدة لوقف عرض فيلم حلاوة روح، وقلت انه ده اغلق الباب امام الجماعات المتأسلمة التي تتشح زيفا باسم الاسلام انها تهاجم ما يحدث في مصر. ليه انت مع وقف او منع الفيلم او وقف عرض الفيلم؟ لا، الحكاية اكبر بكتير من مجرد فيلم عفوا رديء او جنسي يعتبر من أفلام البورنو، وأكبر بكتير من جماعة متأسلمة. الحكاية مش مجرد فيلم، ما هو السيدة هيفاء هي بتمثل يعني عادات وتقاليد مجتمعها في العري طول الوقت، سواء في برامج أو في أفلام أو كذا. السيدة هيفاء هيبقى ليها مسلسل كامل في رمضان القادم وبتمثل فيه الشخصية المصرية، زي ما الأستاذ صبكي دلوقتي بيقول أنه بيناقش مشكلة سيدة في حارة يا حرام طفل هو اللي بيحميها، كأنه كل سيدات مصر في الحارات أو غير المحارات فقط مشكلتهم أو مشاكلهم جنسية لفقد الذوق، والحياة متوقفة عند هذه النقطة. بالنهاية هيفا مرة ذكية وحلوة وجذابة رح تتعرض لانتقادات سخيفة ناتجة من الغيرة. من ميلة تانية أشارت بعض المصادر الإعلامية أن المخرج أحمد عواد قدم استقالته من رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية بسبب قرار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلى بوقف عرض الفيلم. نشر موقع ديلي ميل صور جديدة للفنانة العالمية مادونا، بس الظاهر من هالصور أنه مادونا فقدت رشاقتها، فظهرت بسويتشيرت وشورت وحذاء مش متنسقين، وكانت أكدت لعدد من المجلات أنها بتسعى دايما للحفاظ على رشاقتها بطرق عديدة أهمها ممارسة الرياضة. صار موقف كتير مضحك خلال مورنينج شو على قناة أمريكية لما مارس الجنس أرنبين أثناء البث المباشر للبرنامج، مما أحرج مذيعي القناة. خلينا نشوف مشاهد. Dinner outside. Oh, wait a second. He can't do that up here. They can be up here, but that, okay. That I should have put the dance. You gotta stop that, Moira. All right, let's go to this. We will announce the third rabbit's name in 9 months. Have a terrific day and a great Easter. That was a first. صدمت الممثلة ليندي لوهن متابعينا لما أعلنت بآخر حلقة من الرياليتي شو يلي بدور حول حياتها الشخصية أنها خضعت لعملية إجهاض، وما أعلنت من الوالد، بس مصادر قريبة من ليندي نفت هيدا الخبر وأن اختلقت هالكذبة لكسب عاطفة مشاهدينا. ولتبرير سلوك المهني المتدني نستعرض بعض اللقطات من آخر حلقة. I had a miscarriage for those 2 weeks that I took off. There was a lot going on in my life then. You guys love when I cry. حضرة النجمة العالمية بيونسي مع زوجة جايزي الأسبوع الثاني من مهرجان كوتشيلا 2014. منشوف بعض المشاهد من الإيفنت. تم القبض على الرئيسة وصاحبة قناة الفلول سما المصري من قبل الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية المصرية بسبب عدة بلاغات تقدمت بحقها، أولا امتلاك أجهزة بث غير شرعية، وبلاغ تاني مقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتهمة القدح والذم. وكانت صحيفة الفجر المصرية نشرت تسجيل صوتي لسما قبل إلقاء القبض عليها. وجايين عايزين ياخدوني على اسم، وبقولها وبعدين هم جم الساعه 4 لما انت اتكلمت، قلت لهم فين اذن النيابه؟ قال لي معناش اذن النيابه. حلو،
فرح جاي فرح المجموعه منهم نازله ورجعوا شويه تاني تقريبا راح عملوا حاجه في النيابه وراح جايبين اذن النيابه جايين. يعني هم موجودين الساعه 4 لقيت اذن النيابه اللي جاي جاي بالساعه 7 ونص مكتوب فيه 7 ونص يعني راحوا واحد وصاهم يطلع اذن النيابه. أطلق فارس الغناء العربي فارس كرم عبر اليوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان كبيرة يا مصر من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحليني يلي أهداها للشعب المصري. أرض الخير دايما ولادة مصر ريادة ومصر سيادة. أرض الخير دايما ولادة شبابها وبجيشها وبالهمة أبطال رجالها وقوية وحرة وابية وتاريخها للمجد الشهادة. مع اقتراب المونديال هيك أشعلت الفنانة نانسي عجرم والشاب خالد الأجواء بأفريقيا. مش فارقة جاي منين افرح دلوقتي وعيش شجع حلمك وحياتك اديها شكل ودان كلنا واحد هنوصل للحلم بينا يكون هو جابت الممثلة درو باريمور اخت لبنتها اوليف البالغة سنة ونص نهار الثلاثة 22 نيسان واعلنت درو البالغة 39 وزوجها ويل كوبل من البالغ 36 انهم فخورين انه يكونوا اهل للمرة الثانية. مع هيدا الخبر منختم فقرة موست بوبيلر. برجع بذكركن لمزيد من الاخبار فيكن تزوروا موقعنا هواكم.tv. بريك ومنرجع من كافي باقي فقراتنا. أول صورة بسيلابس أونلاين نشرتها الفنانة كارول سماحة على إنستغرام برفقة زوجة رجل أعمال وليد مصطفى وعلقت رحلتي الأولى إلى جوني مع دودي لمشاركة في قداس منتصف الليل عيد الفصح. شاركت مريم أوزيل المعروفة بالوطن العربي بالسلطانة هيام جمهورة بصورة عند الكوافير قبل وبعد تصفيف شعرها. وصل هوس السيلفي للأمير ويليام وزوجته كيت خلال زيارتهم إلى عاصمة الأسترالية سيدني. حرص الفنان سعد رمضان على تشجيع متابعينه بممارسة الرياضة عبر نشر صورة لإله بالجيم. كورتني عم تستمتع بوقتها على شاطئ المكسيك للاحتفال بعيد الـ 35 مع حبيبها سكوت وأولادهم ميسن وبينيلوبي. نشر السوبر ستار راغب علامة صورة على الفيسبوك مع نقيب الصحافة الأستاذ محمد بعلبكة. وآخر صورة لميريام فارس الفنانة الحلوة مثل العادة للتسويق لصفحات عبر التواصل الاجتماعي. مين توب 10 هواكم لهالأسبوع؟ منشوف سوا بهالريبورت. هواكم توب 10 لهالأسبوع: روني كسار وأغنيته قامت الدنيا بالمرتبة العاشرة. قامت الدنيا وما قعدت سما الزرقاء لمعت رعدت غيمي شتت والله دموع يوم عيونك عني بعدت. محمد عساف احتل المرتبة التاسعة بأغنيته يا حلالي يا مالي. عزك باقي مهما صار مسيج عالداير من دار أغلى من دمي يا دار عمره ما بيرخص دار. إبراهيم سعيد تقدم مرتبتين واحتل المرتبة الثامنة بأغنية خي الأصلي. تمشي واسق والأرض اللي تحتك بترش في ناس الكذب بدمن عندن وشين لكن انت ما شاء الله بميت وش. نيو انتري لناجي الأسطى قصة وطن بالمرتبة السابعة. في هالحال اتركوا الله لحالو اتركوني على الكنيسة روح صلي
وعصوت الميداني الله. من زجاج لصابر رباعي تراجعت مرتبتين واحتلت المرتبة السادسة. مدام بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر. مدام بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر. لا ترمي الناس بحجر. مايا جاب قدمت مرتبتين على الأسبوع الماضي واحتلت المرتبة الخامسة بأغنية يا نيالي. يا نيالي نيالي فيك بتصبح فيك بتمسى فيك كل لحظة بشوفك ببالي. مش عم بتروحي من بالي لمروان خوري بالمرتبة الرابعة. شو السر اللي خلاني عطول بفكر فيك والغبت بجنة ضيع حالي تلاقي. نانسي عجم تراجعت مرتبتين واحتلت المرتبة الثالثة بأغنية ما تيجي هنا. ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة. مخروف بيتي لأمير ياسبك تقدمت مرتبة واحدة واحتلت المرتبة الثانية. أصحاب المعا يومي بدا مطبع تطبع لإلها قلوب. ما حدا مثل ما حدا تمضي تشكيت على الهدى. والتوب 1 لهالأسبوع ويلك لجوزيف عطية. مبروك لجوزيف عطية. بريك ومنرجع مع إن سينماز ناو. أول فيلم بفكرة إن سينماز ناو The Other Woman، فيلم كوميدي من بطولة كاميرون دياز وغيرها. بيحكي عن كارلي اللي بتكتشف أنه حبيبة كان عم بيخونها وتزوج، فبتتعرف على مرته وبيكتشفوا سوا أنه كمان في مرة ثالثة على الخط. فهون بيجتمعوا النساء مع بعضهم للانتقام. منشوف التريلر سوا. This is big. You haven't dated just one guy in a long time. You cleared the whole roster. I cleared the bench. What's wrong? Housekeeper called. A pipe burst in the bathroom. So you're going to Connecticut now? I gotta take a rain check. I'm looking for Mark. You must be his housekeeper. No, I'm his wife, Kate. Is this some kind of strippergram or something? What happened? He's got a wife. And you don't think you can take her? Are you for real? I thought maybe we could have some dinner. I let you in. We are not drinking Cosmos and braiding each other's hair. I'm a bad. I am not ready to compete with women like you. We got played by the same guy. Tequila or do you want vodka? I'm a bad. So you're saying I should leave him? What does your gut tell you? Jesus. He must be cheating on both of us because it's not me. Oh my. What are you doing? What's going on? Hi. I can't believe he would lie. You smell amazing. What is that? I think it's just sweat. So what do you want to do? I want him to feel pain. We should kick him in the balls. No, I really like the way your brain works, but I think we're going for something a little bit bigger. I found this. He's stealing from his partners. So let's find the money and ruin him. You put the lawyer, the wife, and the boobs together, and we know how to do it just as shady as he does. I thought you were giving him hormones. I am. Not for a pre-op transsexual. I look like I need a bra. I think you're going through manopause. Manopause? Uh-huh. Is it a little... Kidding me? Oh, mistress number three. If we find any more mistresses, I'm gonna have to send her to rehab. You're the
weirdest friends ever. We are the weirdest friends ever. What is up with your hot brother? No, you can't have my husband and my brother. That's being very greedy. سبايدرمان بجزءه الثاني قريبا بصالات السينما، بس هالمرة بمغامرات جديدة مع أبطال جديد من بيناتهم أندرو غارفيلد، أما ستون، جيمي فوكس وغيرهم. منشوف بعض المشاهد. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome. I'm so sorry, I'm late. I had a traffic thing. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't know, shot at by machine guns? Yeah, yeah. Oh, that was implied. I was implying that. Peter Parker. Harry Osborn. You're gonna want to see this. Oscorp. Get you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? There's something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know they're capable of. The future. We literally can change the world. What about Peter? Not everyone has a happy ending. This is bigger than you, Peter. I made a choice. This is my path. Everyone in the city will know how it feels to live in a world without power, without mercy, without Spider-Man. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا بشوفكن جمعة الجاي مع أخبار جديدة. باي باي.